فقه التعامل مع الله أن تكون عاصيا فتفتقر راجيا أن يتوب الله عنك، أن تكون طائعا فتفتقر أن تكون شاكرا فتتفقه كيف تتعامل مع الله جل في علاه، أن تكون معوزا أردت شيئا أن تبلغه، أن يقضي الله لك الحاجات، أن يسد لك الخلات، كيف تتفقه أن تكون داعيا مؤملا راجيا فيستجيب الله لك. فقه التعامل مع الله، حسن التعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وإلهية الله وربوبية الله جل في علاه، فكن عابدا شاكرا حامدا تائبا مع فقه التعامل مع الله. فقه التعامل مع الله يأتيكم في الأوقات التالية.